بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي طلبه وطلبات المدارس الثانويه الزراعيه التعليم القائم على الجدارات اهلا بكم في لقاء جديد على قناتكم المفضله في بيتنا مدرسه. هذه القناه التي اعدت من اجلكم انتم ابنائي وبناتي طلبه وطلبات التعليم الفني بمختلف نوعياته زراعي صناعي تجاري فندقي ولقائي النهارده معاكم مع طلبة برنامج فني إنتاج المحاصيل الصف الأول الثانوي الزراعي قبل ما نبدأ في عرض الوحدات الفصل الدراسي الأول لازم نتعرض معاكم ونمر على بعض المصطلحات اللي إحنا هنتعامل معها خلال فترة دراستك خلال الثلاث سنوات اللي جايين علشان خاطر هذه المصطلحات تبقى بالنسبة لك معتادة على سمعك وتبقى فاهم يعني إيه تعليم قائم على الجدارات التعليم القائم على الجدارات هو تطوير كبير جدا في منظومه التعليم بحيث يؤهلك الى سوق العمل وليس فقط بل يجعل سوق العمل يبحث عنك لانك هتبقى طالب ملم بمهارات كثير كثيره بتؤديها بجداره وبالتالي هتبحث عن مكان وتجد لنفسك فرصه وتجد لك دور ايجابي في تنميه مجتمعك والارتقاء بمستوى ادائك وتحسين ورفع مستوى معيشتك، كما انك هتلاقي لنفسك دور في تنميه مجتمعك والنهوض بمستوى الدوله بتاعتك في مشاريعك المختلفه اللي انت ممكن تؤديها في هذا المجال. هذا الاطار اللي هو برنامج فني انتاج المحاصيل، هذا البرنامج اعد مثله مثل برامج كثير جدا اعدت لكم ابنائي وبناتنا طلبه التعليم الزراعي او طلب التعليم الفني بصفه عامه واستقت معلوماتها من سوق العمل يعني احنا لما بحثنا عن احتياجات سوق العمل عرفنا ان هم عايزين طالب هذا الطالب يكون قادرا على ان يؤدي مهارات معينة او جدارات معينة وبالتالي تمت صياغة الانشطة الرئيسية لهذه البرامج بحيث تكون في النهاية انت مؤهل بسوق و على الهدف من البرنامج بتاعي اللي هو فني انتاج محاصيل الحقل. يهدف هذا البرنامج الى اعداد خريج قادر على ان يقوم بتنفيذ عمليات الخدمه قبل وبعد الزراعه يطبق الممارسات الزراعيه المختلفه يطبق معاملات ما بعد الحصاد وينفذ العمليات النحليه. ده الهدف الرئيسي من اللي احنا بنتكلم فيه عن اعدادك كخريج ثانوي زراعي قائم على منظومه الجدارات. الانشطه الرئيسيه للبرنامج بتاعنا اللي هو برنامج انتاج محاصيل الحقل هو مجموعه من الانشطه الرئيسيه اللي انت يجب عليك في نهايه البرنامج بتاعك تكون قادر على ادائها بجداره وبتفوق وبمهاره على اساس تكون طالب جدير. اولا تجهيز الارض للزراعه. <applause> عمليات خدمه الارض وطرق الزراعه تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج المحاصيل والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد تنفيذ العمليات النحليه اداره مشروع زراعي صغير هي ديت الانشطه الرئيسيه اللي يجب عليك انك انت تكون متقنها وتؤديها اداء راقي هنتعرض دلوقتي الى بعض المصطلحات الخاصه بالتعليم القائم على الجدارات اول حاجه البرنامج إحنا في برنامج اسمه برنامج فني إنتاج محاصيل، وقلنا أن هذا البرنامج، قلنا أن هذا البرنامج هو أحد البرامج اه التي تؤهلك إلى سوق العمل، لأنها تكسبك قدر كبير جدا من المعارف اللي هي بتعدك لأداء مهام معينة أو مخرجات معينة علشان تلبي إحتياجات سوق العمل. اه تعريف البرنامج هو مجموعة المناهج الدراسية وتضمن كل المواد التعليمية والتدريبية والتقييمية المطلوبة، ده محتوى البرنامج، وقلنا إن البرنامج مجموعة من الوحدات، هذه الوحدات هي المكون الأساسي للبرنامج. كل وحدة من هذه الوحدات بتتكون من مجموعة مخرجات تعلم، يبقى كل وحدة اللي هي جزء من البرنامج عبارة عن مخرجات تعلم. مخرج التعلم هو جزء من الوحدة. طب بيتكون من ايه؟ بيتكون من معيار اداء او من مجموعه من معايير الاداء. ركزوا معايا علشان خاطر هذه المصطلحات مهم جدا انك انت تعرفها لانها جديده على على مسامعك ولازم تفهمها علشان خاطر لما تبقى خاضع للتقييم بتاعك يبقى انت فاهم لما الاستاذ او المقيم بتاعك يطلب منك ادي مهاره معينه في مخرج رقم واحد في وحده رقم كذا يبقى انت فاهم يعني ايه وحده ويعني ايه مخرج تعلم ويعني ايه معيار أداء يبقى الوحدة هي جزء من البرنامج تتكون من مخرجات تعلم مخرج التعلم هو جزء من الوحدة جزء من الوحدة يوضح للطلاب بشكل دقيق ما ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام به بعد الانتهاء من العملية التعليمية مخرج التعلم قلنا أنه يتكون من مجموعة من معايير الأداء ومعايير الاداء ديت من المهم جدا 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 ابنائنا وبناتنا ان انتم تعرفهم ان معيار الاداء هذا المعيار هو يبدا بفعل ويشتمل على شرط فعل مضارع يعني ايه يقوم ينفذ يحصد آه، يعد هذه المعايير هي اللي انت بتتقيم عليها في نهايه الوحده وهي اللي انت بتؤدي فيها منتجات او بتؤدي فيها حاجه اسمها دليل تعلم هذا الدليل التعلم اللي انت بتقدمه وبتخضع عليه مع المقيم بتحتفظ بيه او غرفه التحقق الداخلي والتقييم اللي في المدرسه اللي انت تابع لها بتحتفظ بيه حتى نهايه البرنامج البرنامج بتاعك اللي هو نهاية الدراسة في سنة ثالثة، واسمه ملف الانجاز، ملف الانجاز ده هو اللي بيشتمل على جميع ادلة التعلم اللي انت بتخضع لها خلال السنوات الثلاث او خلال برنامج دراستك في الاطار اللي انت بتتخصص فيه، اللي احنا قلنا عليه احنا بصدد الحديث عنه النهارده اللي هو اطار فني انتاج محاصيل الحقل وقلنا هنا هو احد الـ الـ البرامج لان في برامج كتير جدا في برنامج الزراعه المطريه وفي برنامج فني استصلاح اراضي في برنامج فني صناعات في برنامج فني مراعي في برنامج فني زراعه النخيل وانتاج وتصنيع منتجاتها برامج كثير جدا كل هذه البرامج اعدت من اجلكم انتم اعدت لكي تؤهلكم الى سوق العمل لكي تجد لنفسك فرصه ايجابيه لتحسين ورفع مستوى دخلك. اذا المعيار هو مستوى الاداء المطلوب لتحقيق ناتج تعلم. نيجي نتكلم بعد كده على المعارف والماده الاسرائيليه هي المعارف النظريه التي يتعلمها الطلاب لكي يتمكنوا من اداء المهاره او الجداره بشكل صحيح وفقا لمعايير الاداء وفي الحاله دهيت هذا الطالب يبقى طالب جدير يبقى لابد في انك انت تتعرف على مجموعه من المعارف علشان خاطر تقدر تؤدي المهاره التي تطالب بها او المخرج التي تطالب به او الوحده اللي انت مطالب بها او المهمه اللي انت مطالب بها بشكل جيد وتغير من سلوكك في الاداء علشان خاطر يبقى اسمك طالب جدير يعني احنا ما بنتعاملش معاك كمنظومه ان احنا نقول طالب راسب او طالب ناجح لا 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 خلاص المنظومه الجديده بتؤهلك تأهيل تاني خالص إنك إنت تكون طالب مهاري تتمتع بإمكانيات معينة وتتمتع بمميزات وتتمتع إن يكون لك أنت فرصة كبيرة جدا لأنك أنت تجد نفسك مؤهلا للعمل في أحد المشاريع القومية التي تعمل في مجال الزراعة أو في الشركات الخاصة في إنتاج التآوي أو في صناعة الاسمده العضويه الصناعيه وده هنتكلم فيه ان شاء الله بالتفصيل. عمليه التقييم هي عمليه اصدار احكام على ادله التعلم للطلاب عند اداء المهاره او الجدار لانك انت بعد بتخضع الى هذه العمليه اللي هي عمليه التقييم دهيت بتخضع لها في نهايه دراسه كل وحده أو كل مخرج على حسب المقيم ما بيحدد معاك وبيحدد الوقت اللي أنت بتتقيم فيه وبيقولك إحنا عندنا تقييم الحصة اللي جاية والتقييم معناه إنك أنت بتكون مؤهل هنا إن أنت تؤدي مهارة معينة اه أو تؤدي مهارات على حسب الوحدات اللي أنت اه درستها. بالنسبه لملف الانجاز، قلنا ملف الانجاز هو جمع ادله التعلم التي تثبت جداره الطالب في ضوء معايير محدده، اللي احنا بنسميه توثيق، وكلما كان ملف ملف الانجاز بتاعتك ثري بادله التعلم والادله الداعمه، كلما كانت هناك فرصه اكثر للتميز، لان انت ملف الانجاز بيحتوي على جميع الادله التي تثبت انك طالب جدير. السياق المهني للبرنامج بتاعك هو ان هو بيعدك لأن تعمل في المشاريع القوميه ومشاريع انتاج المحاصيل الحقليه والشركات والهيئات الزراعيه. وده بيعتبر حلم لجميع ابنائنا وبناتنا اللي هم الخريجين كي يجد لنفسه فرصه عمل حقيقيه. النهارده دلوقتي في هذا اللقاء هنستعرض معكم اول وحده وهي وحده تسميد الارض قبل ازرع. هذه الوحده تتكون من مخرجين اثنين، المخرج الاول وهو يسمد الارض بالاسمده العضويه، المخرج الثاني يسمد الارض بالاسمده الكيماويه. هذه المخرجات هي مخرجات الوحده الاولى اللي احنا بصدد اه ان احنا نعرضها عليكم ونبدا نفهم المعايير التي تحتوي عليها هذه الوحده. بالنسبه للمخرج الاول اللي هو يسمد الأرض بالأسمدة العضوية هذا المخرج له مجموعة من معايير الأداء أو المهارات التي يجب عليك أن تتقنها وأن تكتسب كل المعارف التي تؤهلك إلى أن تكون مهاري في هذه المعايير أول معيار وهو يعمل كومة كومبوست والكومبوست هو السماد العضوي الصناعي هنفصله بعد كده ونتكلم معاكم فيه وازاي تعمله وازاي تنتجه اثنين يضيف الاسمده البلديه للارض، ثلاثه يضيف الكومبوست للتربه، اربعه يسمد الارض بالاسمده الخضراء. ديت مجموعه المعايير التي يحتوي عليها مخرج واحد اللي احنا بنقول عليه يسمد الارض بالاسمده العضويه اللي هو يتبع وحده تسميد الارض قبل ازرع. نبدا معاكم ابنائنا وبناتنا في ندرس اول معيار وهو يعمل كومه كومبوست تفصيلا لازم تعي معايا كويس جدا ان معنى المعيار هو اللي انا هعدك لانك انت تقيم فيه الكومبوست هو عباره عن السماد العضوي الصناعي الناتج من المخلفات النباتيه ازاي تؤدي او خطوات عمل الكومبوست أول خطوة من خطوات عمل الكومبوست هي اختيار المساحة المناسبة لعمل الكومة الكومبوست بمعدل 2 إلى 3 متر أو 2 في 3 متر للطن بارتفاع 2 متر يبقى بنعمل مكان بنعده هذا المكان بيكون بنجمع فيه كل المخلفات الزراعية اللي عندي علشان ندورها إلى منتج عالي آه القيمة الاقتصادية اللي هو المعروف باسم الكومبوست اتنين حفر قناة بجانب الكومة لتجميع الراشح ثلاثة خلط مخلوط المنشط والمخلوط المنشط ده عبارة عن آه سلفات النشادر وسوبر فوسفات الكلسم وسماد عضوي متحلل آه بجانب ان احنا بنرطب على آه الكومة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع حتى مع التقليب حتى تمام التحلل نستعرض مع بعض أبنائنا وبناتنا إزاي نبدأ في عمل كومة الكومبوست زي ما أنتم شايفين قدامكم في السلايد هو فينا مجموعة من المخلفات النباتية اللي هي بتعتبر بالنسبة للفلاح عبء عليه وتشكل بالنسبة له مشكلة كبيرة إحنا هنا بنقول لك لا لا ما فيش مشكله ولا حاجه خالص ده انا هنبدا في تدوير هذه المخلفات بتاعتي اللي هي بتشكل مشكله بالنسبه لك كمزارع في ان احنا ننتج منها سماد عضوي صناعي عالي القيمه والاقتصاديه هذا السماد العضوي الصناعي بندوره من مخلفات الفلاح كان بيستسهل التخلص منها بالحرق وده بتشكل مشكله كبيره جدا، مشكله تلوث في البيئه، السحابه السوداء وما وما نسمع عنه في امراض كتير جدا لاهالينا ولابنائنا ول لان هذا التلوث بيؤدي في النهايه الى ظهور اثار سلبيه في المجتمع، هنا بنقول لك ابنائنا وبناتنا عندك فرصه كبيره جدا ان انت تبدا مشروعك في تدوير المخلفات النباتيه الزراعيه اللي الفلاح بيتخلص منها بالحرق ونقول له لا ما تتخلصش بالحرق ده احنا هندور هذه المخلفات الى منتج عالي القيمه الاقتصاديه وهنحولها الى ايراد لي يحسن دخلي وكمان حاجه مهمه جدا هيحسن من قيمه قيمه الاراضي ويرفع من خواص التربه ويحسن من خواصها ويزيد من خصوبتها يقول لي ازاي يا مستر الكلام ده هيتم هقول له ان احنا بدل ما نحرق هذه المخلفات الزراعيه ونسبب مشاكل كتير وتلوث كتير بنجمع هذه المخلفات ونضعها في مكان صغير جدا لا يتجاوز 2 ل 3 متر ثم نخلط على هذه المخلفات حاجه اسمها مخلوط منشط من سلفات النشادر حوالي حوالي 30 كيلو كمية بسيطة جدا مع كمية من سوبر فوسفات الكالسيوم مع حوالي 100 كيلو من السماد العضوي المتحلل تضاف على هذه المخلفات مع ترطيبها بالماء وتقليبها فترة مع بعد فترة مع الضغط عليها لتتحلل هذه المكونات اللي هي كانت بتشكل لي عبء كبير وتتحول بعد كده إلى ما يسمى بالسماد العضوي الصناعي اللي احنا قلنا عليه بيتميز بمميزات كبيره جدا ونستعرض مع بعض مجموعه الشرائح اللي احنا هعرضها عليكم عشان تعيش معايا ازاي انت تقدر تعمل كومه كومبوست وتحولها الى سماد عضوي عالي القيمه الاقتصاديه زي ما انتم شايفين ابنائنا وبناتنا هنا مخلفات زراعيه عباره عن اش رز وعباره عن احطاب ذره ومخلفات اخرى كثيرة ملهاش أي قيمة اقتصادية بالنسبة للفلاح وتشكل عبء عليه هنجمعها زي ما انتم شايفين كده وبعد ما نجمعها هنحاول نضيف عليها حاجة اسمها المخلوط المنشط المخلوط المنشط زي ما انتم شايفين في الصورات اللي قدامكم عبارة عن سماد عضوي متحلل وعبارة عن سلوفات النشائر نشادر عبارة حوالي 30 كيلو جرام وخمسة كيلو سوبر فوسفات الكالسيوم زي ما احنا قلنا مع الترطيب والتقليب ادي آه زي ما انتم شايفين ابنائنا راجل معاه آه كميه من الميه بيرشها على الكومه بتاعته وبيقلبها بواسطه اله آه 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 او بواسطه آه آه معده معينه او لو هي صغيره على قدك بتقلبها يدويا لو هي كميات كبيره بتقلبها بواسطه لودر او معده تناسب عمليه التقليب زي ما انتم شايفين ابنائنا وبناتنا كده وبعدين بتشوف معايا بقى كده احنا بننتظر حتى تمام تحلل هذه المخلفات النباتيه وتتحول بالشكل اللي انت شايفه ده علشان تبقى سماد عضوي اه اه ناضج قدامك كده شفت شفت الشكل الجميل ها تخيل قارن ما بين السلايت الاولاني اللي هو قش ومخلفات واحطاب ومخلفات نباتيه ملهاش قيمه وتشكل عبء الى هذا المنتج الرائع، هذا المنتج عالي القيمة الاقتصادية بيباع بأسعار كبيرة جدا، بيضاف إلى الأراضي لتحسين خواصها وخصوصا الأراضي الرملية والأراضي حديثة الاستصلاح، يبقى إحنا هنا أبنائنا وبناتنا. يبقى إحنا أبنائنا وبناتنا عرفنا مع بعض دلوقتي إن إحنا إزاي نعمل كومة كومبوست وننتجه ونقي مجتمعنا ونقي بيئتنا ونقي أهالينا من خطر التلوث نتيجة لحرق هذه المخلفات وفي نفس الوقت بنرفع من مستوى دخلنا لان السماد العضو الصناعي عالي القيمه الاقتصاديه يبقى احنا بنجمع المخالفات بنضعها في كومه بنضع على هذه الكومه مخلوط منشط عباره عن سلوفات النشادر حدود 25 الى 30 كيلو بنضع عليها كميه من سوبر فوسفات الكالسيوم حوالي 5 كيلو او 10 كيلو بنضع عليها كميه من السماد العضو المتحلل اللي هو 100 كيلو جرام سماد عضو متحلل مع ترطيب هذه الكومه بالمياه وتقليبها فتره بعد فتره ونتركها حتى تمام التحلل وتنتج سماد عضوي جيد عالي القيمه الاقتصاديه. ننتقل بعد كده ابنائنا وبناتنا الى يسمد الارض بالاسمده العضويه اللي هو يضيف الاسمده البلديه الى التربه. هنا لما بنضيف الاسمده البلديه احنا السماد العضوي قلنا هو عباره عن ناتج تدوير المخلفات الزراعيه التي تشكل عبء بالنسبه للمزارع الى سماد عضوي ناضج عالي القيمه الغذائيه يحسن من خواص التربه وخاصه الاراضي الرمليه وحديثه الإصطلاح حيث انه يرفع من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه ويحسن من بناء وقوام هذه الأراضي المعيار الثاني يضيف الأسمدة البلدية للتربة وهنا الأسمدة البلدية تضاف إلى التربة قبل إعداد الأرض للزراعة وقبل خدمة الأرض في صورة كومات صغيرة ثم يتم توزيعها ونشرها في الأرض بشكل منتظم وهنا بقى سؤال إحنا ليه بنقول توزيعها ونشرها في الأرض بشكل منتظم السماد العضوي أو السماد البلدي العضوي هذا السماد مصدر قصب للعناصر الغذائية يبقى لازم اوزعه على كامل المساحه لان انا لو وزعته على مساحه وتركت مساحه اخرى هيبقى في عندي تفاوت في نمو المحاصيل بتاعتي يبقى عندي قطعه ارض نموها جيد جدا وقطعه اخرى نموها غير جيد ليه لان دي توفرت لها العناصر الغذائيه والثانيه فقيره يبقى هنا في تفاوت علشان كده بقول لك يراعى توزيع العناصر توزيع السماد البلد على الارض بشكل منتظم زي ما انت شايف كده ده هنا السلايت اللي قدامك المعروض دهوت بيوضح لك توزيع السماد البلدي على التربه في صوره كومات صغيره ثم يتم نشرها في الارض وتوزيعها بشكل جيد. عايزك ترجع قدامي كده ابنائنا الطلبه والطالبات وتشوف السلايت الموجود والمعروض قدامك دهوت هتلاحظ ان هذا هذه الطريقه هي طريقه نشر السماد العضوي او توزيع السماد العضوي على الارض بص كده شوف شوف الصلاه ده وشوف الصلاه اللي قبل منه هنا احنا بنحط بنوزع السماد في صوره كومات ثم يتم نشرها او توزيعها بالشكل ده بشكل منتظم في الارض وعلى فكره السماد العضوي يضاف في الارض الزراعيه او للارض الزراعيه قبل الخدمه لانه بيحتاج الى وقت طويل لتحلله والاستفادة النبات منه احنا ما زلنا في الوحدة الاولى تسميد الارض قبل الزراعة يسمد الارض بالاسمدة العضوية وحننتقل اولادنا وبناتنا الاعزاء الى المعيار الثالث وهو يضيف الكومبوست للارض بنفس طريقة اضافة السماد البلدي بيضاف الكومبوست سواء بالطريقة اليدوية او بالطريقة الآلية يسمد الارض بالاسمده الخضراء وده المعيار الاخير وهنستوقف عنده فتره وعايزك تديني كده اهتمام وتديني اذن صغيره علشان نعرفك يعني ايه سماد اخضر السماد الاخضر هو سماد ناتج من تحلل المحاصيل التي تزرع لهذا الغرض وتحرص في الارض وتقلب تقليب جيد حتى تمام تحللها هذه الحاصيل تزرع بشكل كثيف زي ايه؟ زي محصول البرسيم محصول البرسيم من المحاصيل التي تستخدم كمحصول سماد اخضر ان بنزرعه الفلاح بكثافه عاليه جدا ثم يقوم بحرثه في الارض وتقليبه جيدا ناتج تحلل هذا المحصول بيزيد من كميه الدبال في الارض ويزيد من كميه محتوى الارض من الماده العضويه مما يحسن من خواص التربه ورفع قيمتها وتحسين خواصها الطبيعية والفيزيائية وتحسين بناء وقوام التربة يبقى يسمد الأرض بالأسمدة الخضراء قلنا يعني إيه سماد أخضر قلنا السماد الأخضر هو عبارة عن محصول بيزرع لغرض حرثه في الأرض وتقليبه تقليب جيد وانتظار حتى تمام تحلله مما يزيد من محتوى الأرض من المادة العضوية والدبال ليحسن خواص التربه ويحسن من بناء التربه وقوامها ويزيد من قدره التربه على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائيه. ننتقل ابنائنا الطلبه والطالبات الى مخرج اخر من المخرجات وهي تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج محاصيل الاعلاف الخضراء اللي هو المحصول البرسيم المصري هننتقل في وحدة تانية من الوحدات المقرر عليك انك انت تستفيد من المعارف التي تقدم لك من مدرسك علشان خاطر تقدر تؤدي المهارات التي تطلب منك كتطبيق ممارسات زراعية في انتاج محاصيل الاعلاف هناخد على سبيل المثال اللي هو محصول البرسيم المصري معايير الاداء التابعة للمخرج دهوت واحد ينفذ زراعة البرسيم المصري اثنين ينفذ برنامج الري المناسب حسب التوصيات ثلاثة ينفذ عملية الحش ينتج التأوي أو البذور أو ما يسمى بالرباية ينفذ عملية الدريس حنبدأ معا في المعارف التي يجب عليك أن تتعلمها وتتعرف عليها علشان خاطر تلم بالمهارات وتكون طالب جدير وتخضع للتقييمات التي تطلب منك في نهايه كل وحده علشان خاطر تصبح طالب جدير. المعارف اولا الاهميه الاقتصاديه هندرس بعد كده الوصف النباتي للمحصول هنتعرض للاصناف وكيفيه النهوض بمحصول البرسيم وكمان تغذيه الحيوانات على المحصول وخطوات عمل الدريس وهو العلف الجاف الناتج من تكفيف المحصول الزائد عن الحاجة وإنتاج التآوي أو ما يعرف بالرباية هنبدأ بأولا الأهمية الاقتصادية لمحصول البرسيم المصري محصول البرسيم المصري هو أحد المحاصيل الأعلاف البقولية الشتوية اه لازم نفصل كل هنا كلمه وناكد عليها احد المحاصيل الاعلاف الشتويه البقوليه محاصيل الاعلاف هي المحاصيل التي يتغذى عليها الحيوانات شتوي يبقى بيزرع في موسم الشتاء بقولي لا لا ده كلام جميل المحاصيل البقوليه هي المحاصيل التي تحمل على جذورها ما يسمى بالعقد البكتيريه هذه العقد البكتيرية فائدتها ايه؟ ابنائنا وبناتنا احنا عارفين العقد البكتيرية تنشط، تعمل على تثبيت الازوت الجوي الموجود في الهواء وتثبته في التربة لتزيد من محتوى التربة من الازوت او النيتروجين، يعني ده حاجة ايجابية؟ طبعا حاجة ايجابية، يعني محصول البرسيم بيحتوي الجذر بتاعه على العقد البكتيريه اللي هي بتثبت الازوت الجو اللي هي بتزيد من خصوبه التربه نعم علشان كده المحاصيل التي تلي محصول البرسيم في الدوره الزراعيه يعني ايه تلي يعني المحاصيل اللي بتتزرع بعد البرسيم بعد محصول البرسيم بتتميز بايه بتتميز بقوه النمو تتميز الجودة في النمو وعالية المحصول ليه؟ لان الارض بطبيعتها ارض غنيه بالمواد الغذائيه اللي تركها فيها محصول البرسيم نتيجه لوجود العقد البكتيريه ونشاطها وتثبيت الازوت الجوي الموجود في الجو لكي تثبته في التربه مما ينعكس على المحاصيل التي تالي المحصول البرسيم المصري ومما يزيد من انتاجيه هذه المحاصيل ومن هنا في قاعده زراعيه فنيه لابد ان كنت تعرفوها وهي ان جميع المحاصيل اللي بتتسرع بعد محصول المحاص... بعد المحاصيل البقوليه عموما بتكون جيده في النمو وبيزيد معدل انتاجها وبيكون نموها نمو جيد ليه ابنائنا وبناتنا عارفين السبب ليه ها عايز اسمع أه السبب لان المحاصيل البقوليه تحمل على جذورها ما يسمى بالعقد البكتيري أو العقد الجذري العقد الجذرية التي تعمل على تثبيت الآزوت الجوي يبقى لما نستعرض مع بعض الأهمية الاقتصادية لمحصول البرسيم علشان تبقى راجل فني وعندك المعلومات الكفاية اللي هي تؤدي منها المهارة أو الجدارة التي تطلب منك بشكل سليم وتعدل من سلوكك لابد أنك أنت تتعرف على أن المحصول من ضمن محاصيل المحاصيل البقولية التي يعمل على زيادة خصوبة التربة ويتم تغذية الحيوانات عليه ونقف عند تغذية الحيوانات هل محصول البرسيم كمحصول علف اخضر تتغذى عليه الحيوانات في صوره خضراء فقط؟ لا تتغذى عليه الحيوانات في صوره خضراء وكعلف جاف، طب ازاي؟ وهو محصول علف اخضر، اقول لك انه حاله زياده المحصول عن اللازم والمزارع يلاقي عنده وفره في المحصول هيتخلص منها ازاي هيرميها لا ابدا هيدور هذه هذه الزياده الى ناتج اقتصادي مهم جدا يسد عنه كاهل كبير في عبء تغذيه الحيوانات خلال فتره الصيف وندره الاعلاف الخضراء في صوره ما يسمى بالدريس او السيلاج لكن مهمين جدا دريس وسيلاج وده بيتغذى عليهم الحيوانات في صوره علف جاف خلال فترة الصيف التي ينظر فيها المحاصيل الخضراء والفلاح بيتحمل أعباء كبيرة في تغذية الحيوانات بتاعته على العلائق لأن ارتفاع أسعارها بتشكل عبء مالي عليه كبير إذا لما يبقى عنده فائض من منتج محصول البرسيم المصري نتيجة لزيادة المساحة أو نتيجة لوفرة المحصول تعمل فيه إيه أبنائنا وبناتنا توصي المزارع بأنه يترك هذه الكميات الزائدة عن الحاجة في الشمس في صورة صفوف حتى تجف ثم يجمعها بعد كده محتفظة بكامل أوراقها وكامل حيويتها لتقديمها للحيوان في صورة دريس أو يقوم بكمر هذه الكميات الزائدة في معزل عن الهواء لإنتاج ما يسمى بالسلاج وكلاهما يتميز بارتفاع القيمه الغذائيه للمواد او العناصر التي يحتويها نتيجه لانه محصول علف مجفف بكامل اوراقه وبالتالي فان الحيوانات تستفاد منه وخصوصا الحيوانات الحلابه. اذا حينما نذكر ان محصول البرسيم يقدم للحيوان في صورة علف نقول إما أن تتغذى عليه الحيوانات في صورة أعلاف خضراء في موسم الشتوي نتيجة لحش البرسيم عدة حشات أو عدة مرات وإما أن أنا أقول أن أنا أغذى عليه الحيوانات في صورة أعلاف جافة في صورة دريس أو في صورة سلاج والفرق ما بين المنتجين الاثنين أن مصدرهم البرسيم الزائد ولكن السلاج غير الدريس الدريس هو ناتج تكفيف البرسيم الزائد عن الحاجة في الهواء ثم تجميعه لتقديمه للحيوان أما السلاج هو عبارة عن ناتج كمر الزائد من البرسيم في معزل عن الهواء حتى يتم تقديمه للحيوان في صورة سلاج يبقى احنا بنعيد مع بعض تاني الأهمية الاقتصادية لمحصول البرسيم زي ما انتم شايفين ابنائنا وبناتنا زياده خصوبه التربه وقلنا ان زياده خصوبه التربه ترجع الى احتواء الجذور على العقد البكتيريه التي تثبت الازوت الجوي يستخدم كسماد اخضر تغذيه الحيوانات عليه كعلف جاف وعلف اخضر كما ان احنا نحسن او نضيفه الى التربه كسماد اخضر او كمحصول تسميد اخضر لرفع محتوى التربة من المواد الغذائية والدبال. نحن وبناتنا ننتقل إلى جزء مهم وهو الوصف النباتي. الجذر للبرسيم هو جذر وتدى متعمق. زي ما إحنا قلنا سابقاً يحمل عقد بكتيرية. الساق ساق قائمة جوفاء إسطوانية يعني جوفاء يعني مفتوحة مش مصمطة يتفرع على حسب الأصناف. إما أن يكون التفرعات بتاعتها قاعديه، وإما أن يكون التفريع بتاعها بطول الساق، آه وهنقول إن هذا التفريع مهم جدًا جدًا وهنرجع له دلوقتي بعد ما نستعرض معاكم كمالة الوصف النباتي اللي هي الأوراق، الورقه بتاعة البرسيم ورقه آه بسيطه آه في الورقه الأولى عند الإنبات، ثم بعد ذلك في تقدم مع تقدم النمو تكون الورقه مركبه ثلاثيه. يبقى الاوراق بتاعه البرسيم الورقه الجنينيه الاولى بتكون بسيطه ثم الاوراق بتاعه البرسيم اوراق ثلاثيه مركبه النوره بتاعتي نوره بيضاويه تحمل ازهار خنساء هكون لون الازهار بتاعتي ابيض سني ثم تتحول بعد ذلك الى البني مع النضج او مع قرب الوصول الى طور النضج حينما نرغب في انتاج البذور البسره بذرة بيضية لونها أصفر ذهبي تختلف حجمها على حسب الصنف وقبل ما نتكلم على طرق زراعة البرسيم هنستعرض معاكم حاجة مهمة جدا برجع لها تاني اللي هي الساق قائمة أو نصف قائمة وإسطوانية وهنا نقف عند التفريع وطريقة التفريع ونظام التفريع في أصناف البرسيم بالنسبة للتفريع على الساق، إما أن يكون تفريع بطول الساق وده لا يعطي تبقى أصناف لا تعطي حشات متعددة وتعطي حشة واحدة زي البرسيم صنف من أصناف البرسيم اسمه البرسيم الفحل، هذا الصنف ينتج حشة واحدة فقط، ليه أبنائنا وبناتنا نقول له يا أستاذ لأن التفريع يتم بطول الساق وليست من المنطقة القاعديه القريبة من سطح التربة. اه يبقى اذا الساق بتاع البرسيم حينما تخرج عليه تفرعات بطول الساق واذا تم حشها لا يعوض آه النموات مره اخرى وبالتالي تسمى اصناف وحيده الحشه زي أصنف من اصناف البرسيم المصري اللي هو البرسيم الفحل. طب ولو كان البرسيم بتتفرع تفرعاته قريبه من سطح التربه ها آه وبتكون هذه التفرعات كثيره في هذه الحاله يكون البرسيم قادرا على تعويض الجزء الذي يتم حشه من النبات حينما يصل الى مرحله الحش او النمو المناسب للحش وهذا ما يسمى بالكرسي مصطلح من المصطلحات المهمة جدا اللي انتوا ابنائنا وبناتنا يجب ان انتوا تكونوا فاهمينها علشان لما يجي المقيم بتاعك يقول لك يعني ايه كرسي؟ ما تقولوش الكرسي اللي انا بقعد عليه، لا لا لا، الكرسي في المصطلح بتاعنا كراجل فني في برنامج فني انتاج محاصيل الحقل وبتدرس الممارسات الزراعية في انتاج محاصيل الاعلاف وبتدرس محصول البرسيم وكمان بتتعرض ليه نظام التفريع في الساق ويجي الراجل يقول لك او المقيم بتاعك او الاستاذ بتاعك يقول لك ايه هو الكرسي يا باش مهندس تقوم طيب تقول له الكرسي يا استاذ هو عباره عن النموات القاعديه او التفرعات القاعديه التي تخرج على ساق البرسيم في الاصناف المتعدده الحشات نقف بقى يبقى اذا الكرسي هو النموات القاعديه التي تخرج على الساق قريبه من سطح التربه وتعطي الحشات المتوالية أو الحشات التالية يبقى هنا عندي البرسيم إما أن يكون التفريع بطور الساق ولا يعطي إلا حشة واحدة وتسمى بالأصناف وحدة الحشة زي أصناف من أصناف البرسيم المس أو البرسيم المصري اللي هو البرسيم الفحل وإما أن تعطي عديدة الحشات أو تكون أصناف عديدة الحشات زي البرسيم المسآوي او زي البرسيم الخضراوي زي ما احنا هنستعرض بعد كده في الاصناف ولما يجي المستر يسالك او الاستاذ بتاعك يسالك او المقيم على حسب المسميات الجديده في البرامج بتاعتك او في منظومه التعليم القائد على الجدارات ما هو اسمه مقيم يقول لك البرسيم المتعدد الحشات بيدي حشات متتاليه ليه؟ تقول له لان التفريع في الساق تفريع قاعدي وهذا ما يسمى بالكرسي وده هتبقى هنا في نقطه مهمه فنيه جدا في عمليه الحش او الرعي لمحصول البرسيم المصري ان احنا نحشه على ارتفاع مناسب من سطح الأرض حتى لا يتم التخلص من هذه التفرعات ويتأخر نمو البطن الثانية أو الحشة الثانية للمزارع يبقى هنا بنقول من ضمن المهارات اللي انت يجب انك انت تتعرف عليها هو انه اثناء حش البرسيم يتم حشه على ارتفاع مناسب من سطح التربة لان نحافظ على منطقة الكرسي او التفرعات القاعدية التي تخرج على الساق لانتاج حشات متتاليه. نتعرض بعد كده وننتقل الى زراعه محصول البرسيم. ما نقول زراعه يبقى لازم على طول يجي في دماغي عمليات خدمه الارض الزراعيه. واحنا هنتكلم على خدمه الارض الزراعيه بالتفصيل لان خدمه الارض الزراعيه تسبق جميع زراعه المحاصيل كلها. عمليه اساسيه. لابد من تهيئة الأرض لزراعة أي محصول سواء بعملية الحرث أو بعملية التسوية أو عملية التخطيط أو التقسيم، دي عمليات أساسية تتم على الطرب وإحنا إن شاء الله هنفصلها معاكم وهنتعرض لها على أساس إن إحنا نتعرف على أما نيجي نقول زراعة المحصول بعد خدمة الأرض على طول يحضر في ذهنك إن هذه الأرض تم لها عملية الإعداد قبل الزراعة اللي هي عملية الحرث الجيد ثم عملية التسوية الجيدة وهنعرف يعني ايه حرث جيد وهنعرف يعني ايه عملية تسوية جيدة ثم تقسيم الأرض إلى أحواض عن طريق ما يسمى بالبتون لإحكام عملية الري ثم الزراعة هنيجي نتكلم على نستعرض معاكم هذه الشريحة اللي هي بتبين قدامكم أبنائنا وبناتنا زراعة البرسيم بعد خدمة الأرض شوفوا كده ابنائنا لاحظ كده هذه الأرض المروية قدامي ولاحظ المزارع المصري ياخد كمية من التآوي وبيقوم بنسرها في الأرض بص كده شوف الكمية المية الموجودة وشوف سمك كمية المية الموجودة عندي علشان خاطر هننتقل بعد كده ونوضح الأمور في شرح تفصيلي لهذه الطريقة التي تسمى بدار البرسيم على اللامعه. بصوا كده ابنائنا وبناتنا الى شكل الارض او المظهر العام للارض اللي موجود فيها كميه ميه تلاقيها لامعه، لامعه ليه؟ لانها تعكس لون السماء او لون الفضاء اللي قدامها، ليه؟ لان كميه الميه مستواها بسيط، ارتفاع الميه ارتفاع بسيط ما هواش عميق. لإن احنا لما بنشوف الميه ارتفاعها حوالي 3 4 سم هذه هي هذا الارتفاع أو هذا هو المنسوب المناسب لزراعة تآوي البرسيم في الأرض، زي ما أنتم شايفين أبنائنا وأبنائنا عايزك تستفيد جدا من الصلاية المعروض قدامك دهوت عشان تشوف الميه أو منسوب الميه اللي هو في الأرض علشان خاطر لو زاد عن كده يبقى طريق مش مناسب يبقى انت ما انتش فاهم يبقى انت غير جدير بعد ليه لان لازم الميه تكون مستواها في حدود 3 الى 4 سم طب لو زادت عن كده في الارتفاع ونسرنا التقاوي او عملنا عمليه بدار التقاوي او زرعنا الحبة بتاع او التقاوي او بذور البرسيم هتتحرك عن طريق المياه وتنتقل من مكان الى اخر مما يؤدي الى تجمع البذور في مناطق وعدم تجمعها في مناطق اخرى ويؤدي بعد ذلك الى ظهور اثار سلبيه او مظاهر سلبيه او مشاكل تقابل الفلاح ويقول لك البرسيم حرق هنقول بعد كده المصطلحات ديت ونتجنبها ازاي يبقى هنا زي ما انتم شايفين ابنائنا وبنات على الصلايه الموجود قدامك ده ان الراجل المزارع بتاع بيقوم بعمليه النسر او البدار ادي ادي المسار بتاع الميه سمك الميه او ارتفاعها بيكون في حوالي 3 الى 4 سم لونها لامع اهوت لانه بيعكس الضوء بتاع السماء الراجل المزارع بياخد كميه من التاوي في حجره او في عبوات خاصه ثم يقوم بنسر التاوي بصوره نص دائره يمينا ويسارا وهو ماشي في الارض علشان يضمن توزيع التاوي على الارض بشكل منتظم يبقى ديت الطريقه الاولى لزراعه البرسيم وهو أزرع على اللمعة قبل ما ننتقل للسلايد اللي موجود قدامكم يهمني ان انا افصل جزء مهم جدا ما هو ان انا حينما ازرع الارض بطريقة زراعة بضار على اللمعة هنا يستوقفني يست معلومة مهم وهو انه لابد ان تكون الارض قد تم خدمتها خدمة كاملة خدمة كاملة يعني ايه خلاص عرفنا بقى ان مصطلح خدمه هو عباره عن حرث الارض حرث جيد كنوع من اعدادها للزراعه ثم تسويه الارض تسويه جيده جدا على حسب شروط التسويه الجيده وهنذكرها بعد كده ثم تقسيم الارض ثم ري الارض مع على الا ترتفع المياه عن او سمك المياه عن 3 الى 4 سم تكون الارض هنا معده لزراعه البذره في الارض وعلى الا تحرك المياه الكثيرة أو الكثيفة البذور وتنقلها من مكان إلى آخر مما يؤدي إلى تجميع البذور في أماكن وأماكن أخرى تبقى خالية يبقى أنت بعد كده تلاقي الأرض بتاعتك محتاجة عملية ترقيع وكمان الجزء اللي فيه كثافة عالية على طول بعد كده بتتحلل النباتات نتيجة لزيادة نسبة الرطوبة فيها والمصطلح ده الفلاح يقول لك عليه البرسيم حرق البرسيم حرق حرق يعني يعني تحلل نتيجة لتزاحم النباتات ونتيجة لارتفاع محتواها من الرطوبة تحرق البرسيم او تتحلل البرسيم ويموت ويبقى كده الفلاح فقد عنده النبات اللي هو هيديله حشات طول موسم الشتوي علشان يغذي عليه الحيوان وبالتالي من المهم جدا جدا ان احنا يكون عندنا مهاره وهي مهاره توزيع او انتظام توزيع التأوي على مجمل المساحه بدون ما نحاول ما يكون في تزاحم في مكان وعدم وجود تقاوي في مكان اخر يبقى هنا هنا بنقول ان تفاوت الزراعه في التأول البرسيم وعدم انتظامها يؤثر على نمو البرسيم وهو نتيجه يؤدي الى نتيجه سلبيه ننتقل بعد كده الى السلايد الاخر اللي هو موقع البرسيم في الدوره الزراعيه زي ما انا قلت لكم قدامكم السلايد اللي قدامي البرسيم محصول شتوي مستديم يزرع قبله محصول صيفي مثل الذره الشاميه ويزرع بعده محاصيل اخرى صيفيه مثل الارز والسمسم وقد يزرع المحصول كمحصول شتو مؤقت تحريش قبل المحاصيل الصيفيه. انتقل بعد كده زي ما انتم شايفين السلايد اللي قدامكم ده هو زراعه البرسيم عقب رز عقب محصول ارز ومحصول ارز ده محصول ايه؟ محصول صيفي. هنا بقى السلايد قدامك عايزك تقارن ما بين الارضين هنا ارض اهيت في كون مزروعه بالذره الشاميه والارض الثانيه كانت مزروعه بالقطن وفي نفس الوقت تم زراعتهم بالبرسيم لاحظ ابنائنا الطلبه والطالبات ان عندي هنا التزام التوزيع انا حبيت اعرض عليكم هذه الشكل علشان تشوف قد ايه الفلاح او قد ايه الراجل اللي زرع مهاري في الزراعه وقدر يوزع هذه هذه التاوي بشكل جيد على الارض وطلعت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ننتقل بعد كده على الاصناف وقلنا اصناف البرسيم ب هناك اصناف وحيده الحشه وتنتج حشه واحده واصناف اخرى بتنتج عديد الحشات من حوالي اربع الى ست حشات زي جميزه واحد وسخه اربعه وجميزه سته ومسآوي او البلدي وكل هذه الاصناف متعدده الحشات ولما نقول متعدد الحشات نقول ان هذه الاصناف بتتميز بوجود الكرسي أو أن الساق بيتفرع تفرع قاعدي وبينتج نموات جديدة لإعطاء المحصول الجديد أو الحشات الجديدة التي تتوالى من حشة إلى أخرى زي ما احنا قلنا في, الأصناف المتعددة من أربعة إلى ستة حشات طوال موسم الشتاء تنتهي بعد كده بأن احنا بنترك البرسيم لإنتاج ما يسمى بالتقاوي أو الرباية أو البذره اللي احنا بناخد منها تآوي للعام القادم، يبقى احنا كده استعرضنا مع بعض مع بعض الوحدات، الوحده الاولى اللي هي تسميد الارض قبل الزراعه، وقلنا ان هذه الوحده تتكون من مخرجين اللي هو تسميد الارض بالاسمده العضويه، وتسميد الارض بالاسمده الكيماويه، ثم فصلنا مع بعض مخرجات التعلم في هذا المخرج الاول اللي هو تسميد الارض بالاسمده العضويه واستعرضنا معاييره اللي هم الاربع معايير الى تحقيقات الزراعيه في انتاج محصول البرسيم وقلنا انه احد المحاصيل الهامة التي تزرع لغرض إنتاج الأعلاف الخضراء التي تتغذى عليها الحيوانات خلال موسم الشتاء كمحصول علف أخضر أو خلال موسم الصيف كمحصول علف جاف اللي هو الدريس أو السلاج هننتقل بعد كده إن شاء الله إلى تطبيق الممارسات الزراعية في إنتاج محصول القمح وهو أحد المحاصيل الحبوب الرئيسية في مصر وحينما نذكر محصول القمح لابد أن نقف عنده وقفة طويلة لاكتساب المهارات التي المطلوبة لأن نحقق الاكتفاء الذاتي من هذا المحروض الذي يشكل عبء كبير على الدولة إن إحنا لم نصل إلى الاكتفاء الذاتي منه ونستورد كميات كبيرة جدا 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 وهو محصول شتوي لأن محاصيل الشتوية بتنفس بعضها الفلاح بيبقى عنده قطعة أرض يزرع جزء منها محصول برسيم علشان يغذي الحيوانات والجزء الاخر بيزرعوا قمح وهناك محاصيل اخرى تنافس هذه المحاصيل الفلاح بيزرعها علشان خاطر دوره راس المال بتاعته يبقى هنا محصول القمح هنتعرض عليه بعد بعد كده اللي هو تحقيق تطبيق الممارسات الزراعيه في انتاج محصول القمح وقلنا محصول القمح محصول شتوي محصول شتوي يزرع لغرض انتاج الحبوب ويصنع منه الخبز وبعض الاصناف الاخرى اللي هي عالية في نسبة الديورم تصنع منها المكرونة وهنا بنقف عند صناعة المكرونة ونقول أنه صفات المحاصيل التي تحتوي على نسبة ديورم عالية تعطي منتج عالي القيمة أو الكواليتي بتاعته عالية أو جيد أو صفات طهيه جيدة دي في صناعة المكرونة من أقماح قمح من أصناف قمح الديورم اللي هي تحتوي على جلوتين عالي أما أصناف الأخرى اللي هي بتستخدم في صناعة الخبز فمحتوى الجلوتين فيها بيكون منخفض لأن بنعمل منها دقيق هذا الدقيق بيصنع منه خبز أما المكرونة كمنتج بكامل بقى أصنافها وأشكالها الكتير بتحكون تصنع من أصناف تحتوي على نسبة جلوتين عالية حتى تكون صفاتها في الطهي جيده وحينما نتعرض لمحصول القمح هنقول ان هذا المحصول احد محاصيل الحبوب الرئيسيه في مصر والعالم. وقلنا ان هو احد المحاصيل الشتويه ولما نقول شتويه على طول يجي في ذهني المحاصيل الاخرى الشتويه اللي هي بتنافس هذا المحصول والى هنا ننتهي حلقتنا اليوم الى امل اللقاء اخر لنستكمل باقي الوحدات خلال الصف الأول الزراعي الفصل الدراسي الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته